فكرية خالد، أو كما يسميها البعض المرأة الحديدية، أول عاقلة حارة في عدن وفي الجمهورية اليمنية، وجه المدينة لهذه الحلقة. نتابع. رحلة ابتدأت قبل أكثر من 15 عاماً حينما انخرطت فكرية خالد في المنظمات والجمعيات التي كانت تعنى بالإنسان والمجتمع فتمد يد العون لكل من يحتاجها. وبهذا النشاط التطوعي استحقت أن تكون منذ العام 2003 إلى يومنا هذا عاقل الحارة التي تقطنها في مدينة عدن القديمة كريتر. بعض القضايا والمشاريع اللي كانت موجودة بالقبل للمجتمع هو اللي يمكن عطتها الشجاعة إنه يعطيني قرار عاقل حارة الإمرأة، فكانت تجربة رائعة، ما هيش يعني صعبة يعني بذك الصعوبة بذك الخوف يعني اللي كذا، هي زي ما قلت لك تحتاج بس لإيمان. تعد فكرية خالد أول امرأة تتقلد مهام عاقلة حارة في مدينة عدن واليمن بشكل عام، ولم يقف كونها امرأة يوما عائقا أمام استجابتها لمطالب سكان حارة الوحش في مديرية صيرة والعمل على حل مشاكلهم والفصل في النزاعات الشخصية. لما وصلت للحارة، الحارة كانت طبعا متعثرة كثير، يعني كثير من الخدمات، يعني كان دوري حتى كمنظمة مجتمع مدني، فكنت أشتغل جزء بسيط في الحارة، يعني ما كانش هذاك الدور الفعال الكبير اللي أقدر أستطيع الاختراق فيه بداخل. كان كل ما عندنا مشروع معين نستهدف من الحارات الخساف شعب العيدروس كبعض المناطق، لكن لما اشتغلت كعاقل حارة كثير من الأشياء كانت المياه، المجاري، الصرف الصحي، التعليم، عدد كبير من الأطفال كانوا محرومين من الدراسات يعني يدرسوا، الفقر المتواجد اللي موجود ساعدنا انه ندرج اكثر في شريحه من المجتمع في صندوق الرعايه الاجتماعيه بحيث تتحصلوا على كرت اعانات، تدريب وتاهيل في بلد الشابات، في مجال الخياطه، في الكوافير، في التدبير المنزلي، في الكمبيوتر، حاولت اني اشتغل بالحدود اللي مسموحه لي اني اقوم بتدريب بعض الشباب. كانت في عندنا مثلا مشاريع توعويه مجتمعيه في فيروس الايدز، في المخدرات، في كذا، فكان شغالين بما يسمح لي انه جزء اضيفه للحاره يعني موجود معنا. أعطاها محافظ عدن الأسبق الدكتور يحيى الشعيبي ثقته وثقة أهل حارتها، وذلك بعد موقفها الذي شاهده الجميع وهي تشارك رجال الإطفاء في إخماد نيران شبت في مجموعة منازل بحارتها عام 2003. فقررت حينها أن تخوض غمار تجربة جديدة وغير مألوفة في مجتمع لم يستصغ أن تحل قضاياه أنثى. إذا وجدتي ورحتي بعض الحارات الأخرى، روحي لشعب العيدروس القطيع، روحي لخساف، روحي لأي مكان، ما حد بيعرفش فكرية خالد، يعني ما حد بيعرفش فكرية خالد إلى المنصورة، إلى البريقة، إلى يعني كان هذا كله، إلى الدر ساعد، إلى الشيخ عثمان المنصورة. عملنا الاجتماعي بيخلي نحن ندخل أكثر. إنها امرأة حديدية كما يحلو للبعض أن يصفها، لأنها تحدت واقع الرجال وبصوت مرتفع حاملة شعار إن المرأة مساوية للرجل في العمل والمهام. ها
هدفها خالد في الحياة أن تتم رسالتها كأم مع ابنتها الصغرى اختيار، وتتمنى أن يعم الأمن والسلام على الوطن الحبيب. أتمنى من الله يمد في عمري عشان أحقق رغبة ابنتي بإذن الله تصل للجامعة، سواء كانت دكتورة أو كانت أي تخصص تحب بعد لقراره، هذا على المستوى الشخصي. ولا وإلى جانب أتمنى لليمن الأمن والأمان، أن سودة نرجع مثل ما كنا زمان، نعيش بتروح عملك بدون أي خوف، تخرج بدون أي خوف، أولادك يروحوا بدون أي خوف. فنتمنى أن نخلص من هذه المشاكل كلها بأمن وأمان. نتمنى كمان لمحافظ محافظة عدن عجرس الزبيدي يحتاج إلى بذل الجهد كثير في الأمن والأمان هذا، فهو لحاله صعب جدا الراجل يتحرك لحاله. فأتمنى كل الخير يعني لعدن ولليمن بشكل عام. فكرية، وبالرغم من انشغالها بمهام والدها بعد رحيله، فقد استطاعت القيام بكثير من المهام والأعمال التي تخدم المجتمع، من تدريب وتأهيل وتقديم إقراض والتوعية في مجالات صحية وقانونية. توعيات الكثيرة مع بدأت المرأة الزواج المبكر، كان في لي اهتمام في إنه منع الزواج المبكر بالتوعيات يعني. تطعيم الأطفال لازم، إيادة مشروع ختان البنات، رفض من هذا المشروع إنه يمارس في الحارة. فكرية، خالد مثال للمرأة العدنية التي نذرت نفسها لخدمة المجتمع ومساعدة الناس على تجاوز صعوبة الحياة في واقع مليء بالتحديات محفوف بالمخاطر.